بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في كتابه المسمى بغاية المأمون شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب في هذا الرواق المبارك الممتلئ بالمحبين المخلصين من الوافدين، وهم يعني مفخرة لبلادنا وتكرمة لأزهرنا، فلولاهم يعني لولاهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على خير. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بغاية المأمول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب، قال: ومن السمة عند الكوفيين، نحن نتكلم على البسملة التي هي بسم الله الرحمن الرحيم، وتكلمنا في المرة السابقة عن وعلى الباء، وتحدثنا على ما يتعلق بها، ثم بعد ذلك انطلقنا نتكلم على اسم، وتكلمنا على سبب تقديمه، ثم بعد ذلك تكلمنا على الاسم وأصله عند البصريين وأصله عند الكوفيين، وقلنا بأنه عند البصريين مشتق من مصدر وسماء، من مصدر من مصدر سماوى، وأما الكوفيين فهو مشتق عندهم من وسماء. وسماء يبقى هو في الأصل محذوف الصدر، وعند البصريين من سماوى محذوف العجز. فيا ترى اسم هل هو محذوف العجز يعني الحرف الأخير، أم هو محذوف الصدر وهو الحرف الأول؟ اختلف في ذلك البصريون والكوفيون، فالبصريون يرون أنه محذوف العجز، والكوفيون يرون أنه محذوف الصدر. فأصله عند البصريين سماوى يعني على وارتفع، فالاسم يرفع مسماه ويدفع عنه الإبهام، وعند الكوفيين من وسماء اللي هي السمة اللي هي العلامة، فالاسم عندهم علامة على مسمى، حيث إنه يخصصه، حيث إنه يزيل عنه أي إشكال. ولذلك قال: ومن السمة عند الكوفيين، وأصله وسماء، حذفت الواو التي هي أولى وعوضت عنها أي عن الواو التي حذفت من الصدر همزة الوصل. لماذا؟ لأنك عندما حذفت الواو عادت حركة الحرف الثاني ساكنة، فأتينا بهمزة الوصل حتى نتمكن من النطق بالساكن، فكما يقولون عنها سلم اللسان، من خلالها نتوصل إلى النطق بالساكن ليقل إعلاله، يعني قلة إعلاله معناها إيه؟ يعني قلة ما حذف منه، حذفنا منه الواو عوضناها بهمزة الوصل من أجل أن يقل الإعلال، إعلال اللي هو إيه؟ اللي هو الحذف. ورد من قبل البصريين، انتبه، لأن الأمر نزاع وشجار بين مدرستين مختلفتين في الصناعة العربية، بين مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين، وقد دار بينهم حوار ونقاش في هذه الجزئية،
ومن ضمن ما دار بينهم وأورده الشيخ هنا في الكتاب أنه رد بأن الهمزة. طيب اللغة العربية لها قواعد ولها مظاهر تظهر فيها هذه القواعد، فاللغة العربية لم يعهد فيها ما حذف من أوله وعوض عنه، لكن عهد في اللغة أنه يحذف الآخر وهذا كثير، أما أن يحذف من أول الكلمة ويعوض عن هذا المحذوف فهذا غير معهود في اللغة العربية. أما المعهود هو حذف الأواخر إما بتعويض أو بغير تعويض. يد أصلها إيه؟ يدوي، دم، دموي. طب هكذا، طب هات لي بقى حاجة كده، ائتيني بمثال كما أتينا لك بأمثلة متعددة من الآخر، ائتيني بمثال يدل على الحذف من الأول، شواهد، جزئيات. قالوا لم يعهد. ورد بأن الهمزة مش مطلقة، ده الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامهم، نحن نحذف الصدر ثم بعد ذلك نأتي بالهمزة بدلا منها وتعويضا عنها، هذا ليس بمعهود في كلام العرب. أما الحذف من الآخر فهو معهود، وأما الحذف وأن ندخل مكانه الهمزة فهذا غير معهود في كلام العرب. ورد بأن الهمزة لم تعهد. عارفين العهد يعني إيه؟ يعني عهدتك وفيا، يعني كأني رأيتك في مواطن كثيرة على وفائك. ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره من كلامهم، الهمزة غير واردة وغير داخلة على ما حذف الصدر عندهم، ما يحذفوش أول الكلام ويأتوا مع بدلها بالهمزة أو يأتوا معها بالهمزة، هذا غير معهود في كلامهم. انتهى ما قلناه، والراجح مذهب السادة البصريين. والاسم ما زلنا نتكلم على باسم، الاسم الاسم كل ما يتعلق بها من فوائد. إن أريد به اللفظ فغير المسمى، لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير قارة، ويختلف باختلاف الأمم والأعصار، ويتعدد تارة ويتحد أخرى، والمسمى لا يكون كذلك. بسيطة، أمسكها لك كده شيء شيء. الاسم إن أريد به اللفظ، مثلا نقول زيد ثلاثي، زيده لفظ مسمى في الحقيقة الذات التي جعل هذا اللفظ علما عليه، لكنني في بعض الأحيان آخذ هذا اللفظ وأضعه في سياق معين فيدل هذا الوضع وهذا السياق على أنني أردت من هذا اللفظ ما يتركب منه. زيد أي الزاي والياء والدال، مجموع هذا ثلاثي، فأنا هنا أطلقت لفظ زيد وأردت به اللفظ. والاسم اللي هو زيد إن أريد به اللفظ، في بعض الأحيان أريد به اللفظ، وعندنا ذلك في اللغة العربية، ولذلك احنا عندنا أحيانا في محذوفات دخلت على حروف الجر تجد ان حرف الجر داخل على الفعل، وفي الحقيقة هو مش داخل على الفعل، ده داخل على شيء محذوف. بيقول ينفع، لكن عندما تقول ان الباء دخلت على محذوف، يعني مثلا بنعمة الولد من الشواهد التي ساقوها
بنعم الولد. أيضا هذه الكلمة اختلف فيها الكوفيون والبصريون، وهل هي حرف ولا هي فعل؟ ذهب الكوفيون إلى أنها نفس الكلام، إن هي مش فعل، بدليل إن حرف الباء قد دخل عليها، وما هي بنعمة الولد، وما هي بنعمة الولد. طب والباء دخلت هنا على إيه؟ يعني دخلت على المقول، يعني مقول فيها نعمة الولد. الكوفيون قالوا لا، نحن لا ننظر إلى التقدير، ولكن عندنا في الظاهر أن حرف الجر إذا دخل عليها فهذا يدل على أنها ليست بفعل، لأن حرف الجر لا يدخل على الأفعال. والبصريون قالوا لا، هي فعل من الأفعال، وحرف الجر في الحقيقة دخل على قول مقدر. طيب يبقى أريد بها إيه؟ أريد به اللفظ مثل هذا. والاسم إن أريد به اللفظ كقولك زيد ثلاثي، يعني مش أنا بقى كده ثلاثي، وأنا ثلاثي فين؟ أنا ذاته، لكن لفظ زيد الذي تكون منه هذه الكلمة ثلاثي. فإن أطلق الاسم وأريد به ألفاظه فإنه حينئذ يكون الاسم غير المسمى. الاسم هو الألفاظ وليس الاسم هو الذات، لأنه يتألف من أصوات، لأن الاسم في هذه الحالة إذا أريد به ألفاظه فإنه يتألف من أصوات. زيد أهو صوته، وإيش هو بقى الصوت؟ هو عبارة عن هواء اعتمد على مخرج محقق أو مقدر، خرج بكيفية معينة، هو ده الصوت، اعتمد على مخرج محقق. ده بيكون لك الحرف بقى هو، يعني الصوت ده بيكون لك الحرف، والحرف مع الحرف يكون الكلمة. فمبدأ الألفاظ حروف، والحروف مبدأها أصوات، وهذه الأصوات اعتمدت على مخرج مقدر أو مخرج محقق. ده بقى لمن درس علم التجويد يعرف هذا جيدا. فاللفظ في حقيقته صوت، والصوت عبارة عن إيه؟ هواء يخرج من داخل ويخرج من الداخل وينتشر في الفم ويرتطم بأحد المخارج المعينة، إما المخارج المحققة أو المخارج المقدرة، فينشأ من هنا الحرف قا قا قا. اللي حصل الهواء خرج واصطدم بآخر اللسان من مكان معين فأحدث هذا الصوت، لا بنفسه وإنما بجعل الله سبحانه وتعالى، عشان تكون من السادة الأشاعرة أهل السنة والجماعة. طب السلفي ده أهل البدعة والضلالة، لأن اللفظ يتألف من أصوات، جمع صوت، من أصوات مقطعة، باء زيد، هبص أصوات إيه؟ قطع، هي قطع زي يه دال، هذه قطع، أصوات مقطعة أجزاء، انضمت هذه الأجزاء صنعت لنا الحرف، صنعت لنا الكلمة، والكلمة صنعت مع غيرها الجملة. غير قارة، يعني غير مستقرة، ولذلك يقولون عنها بأنها أعراض سيالة. سيالة يعني إيه؟ عارفين لما نأتي بالماء ونفرغ الماء هكذا يسيل، كذلك الألفاظ، هذه الألفاظ مثل الماء تسيل، يعني يأتي مع واحد وراء الآخر ووراءه بعده وهكذا. غير قارة
غير مستقرة بخلاف البياض. البياض عرض لكنه قار، موجودة اهو في أعراض قارة وفي أعراض إيه؟ سيالة. سيالة يعني سائلة، يعني ها تتوالد بعد واحد بعد واحد بعد وهكذا، فدي بيسموها أعراض سيالة. ولذلك الألفاظ أعراض سيالة تنقضي بمجرد النطق، بمجرد النطق بها تنتهي. طب واللون، اللون في الظاهر مش في الحقيقة هو نفس الأمر، اللون في الظاهر قار، مع أنه سبحان الله اللون ده عرض لا يبقى زمانين. ربنا سبحانه وتعالى في كل ثانية ولحظة يفني هذا اللون ويخلق لونا مكانه، لأنه عرض، والعرض لا يبقى إيه زمانين ولا يقوم بمحلين. كذلك الألوان، لكنها عرض قار، بص في الظاهر قار مستقر في مكان، وأما الألفاظ أعراض سيالة تنقضي بمجرد النطق. انتهى النطق خلاص انتهت. ولأنه يتألف من أصوات مقطعة مجزأة مكونة من أول ومن آخر ومن أحرف وهكذا، غير قارة. وقطعا إذا كان هو مكون من أصوات، والأصوات ديت أعراض سيالة تنقضي بمجرد النطق، يبقى قطعا هو غير الذات. لماذا؟ لأن الذات يعني حالة بمكان، وخبر حضرتك، وهي غير مركبة من أصوات ولا غير مقطعة ولا غير قارة. فقطعا يكون الاسم إن أريد به اللفظ غير المسمى قطعا. وتختلف هذه الألفاظ باختلاف الأمم. أخواننا الماليزيين يتكلمون بالمالوية، ونحن المصريون نتكلم بالعربية، أخواننا بتوع أنغوشة بيتكلموا بالروسية، صح؟ أنغوشة؟ إيه هو الأنغوش يعني؟ ايه معالمها انغوش يعني؟ لغه لها يعني بتكتب بالانجليزي كده ولا بال؟ طيب انغوش لانه هو يعني عنده انتماء شديد. يا اخونا موسى صعبان علينا ان احنا نقول له روسي، لا انا مستقل. ف اي الفاظ تختلف باختلاف الامم. انا اعبر عن اسمي بطريقة، وأنت تعبر عن هذا اللفظ بطريقة أخرى وهكذا. فالأصوات تختلف باختلاف الأمم، وتختلف باختلاف الأعصار والأزمنة. الأسماء مختلفة، ولكن الذات هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلفش، كما هو حقيقة ثابتة منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى. طب والألفاظ؟ ده الألفاظ أعراض سيالة. رقم اثنين أنها تختلف باختلاف الأمم، كل لهجة وكل لغة تتكلم بلغة أخرى. يعني أخونا مثلا موسى انطقها كده بالأنغوشي موشي ولا موسى؟ طيب وأنا أقول لك موسى وأقول لها موسى، أهي حتى اللهجة نفسها مختلفة باختلاف الأمم والأعصار. يأتي الزمان وراء الزمان وتختلف الكلمات ويختلف التعبير، والذات واحدة. ويتعدد الاسم تارة، قد يتعدد الاسم على المسمى، وقد يتحد الاسم تكون واحدا وقد يكون متعددا. والذات مع كل ذلك سواء تعدد الاسم أو سواء يعني لم يتعدد الاسم، الذات واحدة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد له ألف اسم، اختلفت الأسماء ولكن الذات واحد. والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى، لأنه
أي لأن الاسم يتألف من أصوات مقطعة غير قارة، ويختلف باختلاف الأمم يعني باختلاف اللغات والأعصار يعني والأزمنة، ويتعدد أحيانا وقد يختلف أحيانا، والمسمى لا يختلف كذلك، لا يختلف لا باختلاف الاسم ولا باختلاف المسمى. يعني أنا رحت ماليزيا الذات واحد ما تجي تختلف، يعني الحمد لله ربنا كرمني وبقى عندي 100 سنة لا مش كده، ده طول العمر ده قد يكون نقمة، انت على طول امين وخلاص. مش تقول لي مثلا 100 سنة في صحة وعافية وقوة وذكر وحضور واجي برضك ادرس هنا زي ما انا، بارك الله فيك، بس ما تعملهاش تاني. والمسمى لا يكون كذلك، يعني والمسمى لا يختلف باختلاف الأمم والأزمنة والأعصار، ذات واحد اختلفت فين؟ وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى. والإمام الخطيب الشربيني يقول هذا يعني إذا استعمله، إذا لم يستعمل مع العامل، بأن قلت مثلا يعني خيري، وأردت بقلبك إن خيري علم على هذه الذات، يبقى هذا الأمر مقيد بما إذا لم يوضع في جملة مفيدة، كما يقول الخطيب الشربيني في المغني، قال في المغني إذا لم يستعمل مع العامل، قال إن أريد به ذات الشيء فهو المسمى. خلاص أنت مثلا قلت خيري وأردت بلفظ خيري هذه الذات، لكنه لم يشتهر بهذا المعنى، لكنه بهذه الطريق فيما إذا خلي عن العامل لم يشتهر أنك إذا قلت خيري فهمنا منه هذه الذات. قال لكنه لم يشتهر بهذا المعنى، أو كون الاسم يعني بمعنى المسمى. وإن أريد به الصفة، يعني وإن أطلق الاسم وأريد الصفة التي اشتمل عليها هذا الاسم، كما هو رأي أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة وعمدة المتكلمين ومن كبار الأئمة المجتهدين، وقد أسس مذهبا قام على خدمته الملايين من العلماء وأتباعه شرقا وغربا، ومعتنقوه أئمة الهدى، انقسم انقسام الصفة عنده، يعني عند الإمام أبو الحسن الأشعري، يبقى أطلق الاسم وأراد به الصفة، الصفة عنده منقسمة إلى ما هي هي وليست هي ولا هي ولا غيرها، كذلك الاسم. هنقول كل ده ما يعني ما تتعجبش، مش هسيبك غير ما افهمك. انا وظيفتي هنا اني انا افهم اللي بيفهم واللي ما بيفهمش. وكلكم تفهموا ان شاء الله، هذه الوجوه منوره. خلاص بقى، يعني ربنا امر بالستر. يبقى الاسم استعمل في الصفه، فينقسم الاسم انقسام الصفة. عند سيدنا أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة تنقسم الصفة عنده إلى نفس المسمى كالواحد والقديم. انتبه للمصطلحات التي ستأتيك. يعني إيه بقى؟ هو نفس المسمى، يعني هذه الصفات ليس لها مفهوم زائد على الذات، هذه الصفات ليس لها مفهوم زائد على الذات. يعني هذا يتصور في الصفات السلبية لأنها عبارة عن نفي. طب يعني ما هو قال عندنا هنا كالواحد، يعني ايه الواحد؟
يعني الذي ليس بمتعدد. طب عدم التعدد ده هي صفة، لكنه ليس زائدا على الذات. طب القديم يعني لا أول له. طب ما هو عدم الوصف بالأولية ليست زائدة على الذات، بل هي هي. وهذا يتصور في الصفات السلبية، تقول هي نفس المسمى. وإلى ما هو غيره، غير. شفت بقى غير يعني ايه؟ يعني يمكن، افهم المصطلح، يمكن انفكاكه عن الذات بأن أمكن وجود الذات بدونه كصفة الخلق. ما صفة ايه؟ لكن مش هي الذات، ديت زائدة على الذات. الله سبحانه وتعالى كان الله ولم يكن شيء معه قبل أن يوجد مخلوق، كان في هذه الصفة. طب انفكت اهي هذه الصفة، انفكت في الأزل. ايه ده يعني ما كانش خالق؟ كان خالق بالقوة مش خالق بالفعل. كان خالق بالايه؟ بالقوة مش خالق بالفعل. زي انا بالظبط كده، أنا كاتب الآن ولست كاتبا بالفعل، وإنما كاتب بالقوة. يعني أستطيع أن أنا إذا أمسكت هذا القلم أستطيع أن أكتب، فإذا لم أكن متلبسا بالكتابة يقال عني بأنني كاتب بالقوة. فإذا أخذت القلم ووضعته على يعني الورقة وأخذت في الكتابة سميت كاتبا بالفعل للممارسة الفعلية. فالخلق صفة زائدة على الذات. نقول هي ايه بقى؟ نقول هي غيره، يعني غير الذات. يمكن عقلا أن يتصور بغيرها كالخلق. ليه؟ لأن الخلق عبارة عن الوجود من العدم، والإيجاد من العدم هذا كان بعد ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى متصف بالخالقية بالقوة، وده اللي وقع فيه ابن تيمية. ومن هنا قال بحوادث لا أول له، لأنه ما تصورش كما يقول شيخنا رضي الله عنه وأرضاه، لم يتصور هذه الجزئية. يعني إيه بالقوة ويعني إيه بالفعل؟ قال لك لا، ده ربنا متصف بالخالقية، وما فيش خالقية موجودة إلا بأن يكون لها أثر، لها مخلوق. يبقى حتى يتسنى وصف الله بالخالقية لابد أن يكون هناك مخلوق. والصفة قديمة، فهذا المخلوق الذي هو متعلق الخالقية كذلك قديم. فقال بإيه؟ بحوادث لا أول له. فهم يا مولانا؟ ورد عليه العلماء اللي هم أهل السنة والجماعة الذين حموا العقيدة الحقة، اللي هو سيد أبو الحسن الأشعري ومدرسته، ردوا على الكلام ده وألفوا في الرد على ابن تيمية في قضية حوادث لا أول لها. وقالوا المسألة سهلة خالص، في فرق ما بين الوصف بالفعل والوصف بالقوة. يبقى هو خالق بالإيه؟ خالق بالقوة. وعنده الإيجاد بالفعل من العدم يسمى خالق بالفعل. طب في الأزل خالق ولكن ليس خالقا بالفعل وإنما بالقوة، وخرجوا بالكلام ده. فيجي واحد يقول لك إيه ده، هو ابن تيمية أخطأ؟ وابن تيمية رسول من رسل الله، هو نبي معصوم من أنبياء الله، ما لكم كيف تحكمون؟ معصوم مش معصوم؟ الذي عصم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي حفظ ظاهرا وباطنا من أجل الرسالة ومن أجل الاصطفاء ومن أجل محبة الرحمن، هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فكفاكم من تقديس وتمجيد لشخص
كان خطأه أكثر من إصابته. أشوف الواد بصص كده وزعلان. براحتك، وممكن النوبة اللي جاية ما يجيش. يقول لك أتقول هذا عن شيخ الإسلام؟ كل يؤخذ. وعند بقى نتكلم عن الإمام الشافعي وما تعجبوش حاجة، يقول لك كل يؤخذ من قبره ويرد، من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر. ده مين؟ ده يقال هذا في النظر الفقهي عن الإمام الشافعي. وعند ابن تيمية يقول لك إيه؟ لا لا، إنه شيخ الإسلام وعمدة الأنام، إنه الذي ظهر كذا وكذا وكذا. معايير مزدوجة. السلفيين دول عقلية أمريكانية، عندهم معايير مزدوجة زي الأمريكان بالضبط، معايير مزدوجة. ليهم ما فيش حاجة اسمها حقوق إنسان، نذبح نقتل أهم حاجة، يعني إن إحنا ما تستخدمش، لا تستخدم هذه ضدنا. إحنا مثلا عايزين يعني ندافع عن وطننا، لا اوعى، حقوق إنسان وحقوق حيوان، وبتنجان معمول في الزيت لغاية ما تقلى، معايير مزدوجة. كذلك السلفيين ينتقدون كبار الأئمة، الإمام النووي وابن حجر، ويقول لك أخطاء العقدية في صحيح البخاري. ولما تتكلم في ابن تيمية ولا ابن القيم، لا، لقد تكلمت في من عندهم فعلا لا نظرا معصوم. يبقى عندهم معايير مزدوجة ولا لا؟ معايير مزدوجة. مش هنسيبهم يا مولانا، صح كده؟ طيب، لغاية بس ما نخلص من المسائل العقدية. قال: وإلى ما هو غيره كالخالق والرازق. شفت بقى الخالقية، الوصف، الخلق، وصف الرزق اللي هو الإعطاء. طب قبل أن يوجد مرزوق كان متصف بالرزق أم لا؟ نعم، كان متصف بالرزق. وقبل أن يوجد مخلوق كان متصف بالخلق. لكن هذه الصفة وهي الإعطاء الحيوان ما ينتفع به اللي هو معنى الرزق، والإيجاد من العدم، هي صفة زائدة عن الذات، لأنه يتصور انفكاك الذات عنها. ده معنى إنها زائدة عن الذات، ده معنى إنها يعني هي غير الذات. وإلى ما ليس هو ولا غيره. أليس غيره؟ يعني لا هو الذات ولا هو غير الذات. انت هتجننا ولا ايه؟ مصطلحات. طب يعني ما هو ولا شيخ فارس لا هو ولا غيره، يعني اقفل الشباك ولا افتحه؟ شكلك انت اللي هتتخلع يا قمر. قال او يعني ليس عينه ولا غيره، يعني ايه؟ ان يكون مفهومه زائدا على الذات بصفة حقيقية لا يتصور انفكاك الذات عنها. يعني هي جمع ما بين الاثنين اللي فاتوا، صفة حقيقية ولا يمكن ان تنفك، أن تنفك الذات عنها. زي العلم، العلم صفة حقيقية أزلية لله سبحانه وتعالى، لكن مش هي الذات. والذات لا نتصور أنها تنفك عنها العالمية، لأن العالمية صفة أزلية قديمة بقدم المولى سبحانه وتعالى. يبقى هو ده معنى ايه؟ ده معنى لا هي هو ولا غيره، لانها اجتمع فيها الامرين، اولا انها صفة حقيقية، وان الثاني ان الذات لا يمكن انفكاك الصفة عنها لانها صفة قديمة بقدم الذات. وكالحي، الحياة صفة ازلية للمولى سبحانه وتعالى، وهي صفة حقيقية. والحليم، الحلم،
صفة حقيقية أزلية، والقدرة صفة أزلية قائمة بالله سبحانه وتعالى، وهكذا. والكلام كذلك صفة حقيقية قديمة بقدم المولى، والسمع والبصر والمريد الإرادة، كل هذه صفة قديمة لا هي الذات ولا هي منفكة عن الذات، أو الذات منفكة عنها، لأنها قديمة بقدم الذات. ولذلك أهو يقول لك أهو: وإن أريد به الصفة، يعني إن أطلق الاسم كالحليم مثلا والحي والقديم، وأريد به المسمى، فإنه ينقسم انقسام الصفة عند سيدنا أبو الحسن الأشعري. وطبعا انتبهوا لما في الحاشية، لأن محقق الكتاب شطبنا عليه، اشطبوا عليها، حاشية رقم 8 اللي في آخر الصفحة دي، اللي عاملها بتاع قرطبة أخ عزيز لكنه وهابي قح. لا يقال بدأنا ندخل على الاعتراض. يا سيدي، ما المراد بالصفات الحقيقية؟ الحقيقية مثلا ليس حقيقية؟ لا، احنا بنقول حقيقية في مقابلة السلبية، يعني صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، وليس معناها ولا ينفك، وليس معناها يعني عدم شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كل هذه عبارة عن سلوب، لكن هذه صفة حقيقية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، وليست هي الذات. يعني العلم صفة حقيقية وليست هي الذات كما يقول المعتزلة. فعندنا السادة الأشعرة نقول هو عالم بعلمه، هم يقول لا، ده هو الذات. طيب كلام بقى يعني ما مهم. لا يقال، الاعتراض القادم ده بسيط جدا يا مشايخ، هم يقولون بأن حديث البسملة يقتضي أن يكون المبدوء به لفظ الجلالة، وهو الله، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، يعني بالله. أقول لك، وأنت بدأت باسم سيدنا محمد، يعني بدأت باسم سيدنا محمد، يعني هل ذكرت وقلت محمد صلى الله عليه وسلم؟ يبقى إذا قلت لك اسم كذا، يبقى المراد به هذا اللفظ وهو محمد. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله، يعني بالله، فهو أبطر أقطع أدم ثلاث روايات. فمقتضى حديث البسملة أن يكون الابتداء بلفظ الجلالة وهو الله. ولكن أنت لم تبدأ بلفظ الجلالة وتقول الله الرحمن الرحيم، وإنما قلت بسم الله الرحمن الرحيم، فقد خالفت النسق النبوي فيما فهمناه. ده اعتراض، والاعتراض عليه إيه؟ عليه جواب. لا يقال مقتضى حديث البسملة الآتي أن يكون الابتداء بلفظة الجلالة، لأن الحديث بيقول إيه؟ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، يعني بالله. ولم يكن بها، يعني ولم يكن الابتداء حاصلا بلفظ الجلالة، بل كان ابتداء المصنف حاصلا باسم الله. لأننا نقول، يعني كان يقال إيه؟ فإن قيل، عارف يعني لو الشيخ الخطيب هو اللي بيعمل الكتاب ده كان قال إيه؟ عشان أعيش مع الشيخ الخطيب، كان قال لك فإن قيل أجيب، لكن ده نسق. لا يقال، لأننا نقول
يعني استشعر أن هناك اعتراض، ثم بعد ذلك أجاب عن هذا الاعتراض. قال إيه بقى فيه؟ اسمع بقى الكلام ده المهم. قال: لأن نقول، اسمع بقى للأحكام دي مهمة أوي يا مولانا، كل حكم ورد على اسم فهو في الحقيقة على مدلوله. هقول لك بسيطة أوي، خد المثال ده. الوافدون طلبة علم مخلصون. أنا ما بقولش كده عشان تحضروا يعني ما بمسحش جخ معاك زي ما المصريين بيقولوا، لكن هذا من باب المودة والمحبة والمطاطفة والمداعبة وإظهار الشوق. الطلبة الوافدون طلبة مخلصون، يبقى حكمت على الطلبة الوافدين بالإخلاص، لأن الإخلاص ده هو الحكم، والطلبة الوافدين ده هو إيه؟ الموضوع، والإخلاص هو المحمول. أو نقول إيه بقى؟ طلبة الوافدين محكوم عليه، والإخلاص محكوم به. شفت بقى؟ يبقى حكم أهو. طب لما أنا حكمت على الطلبة الوافدين بالإخلاص، حكمت على يعني أسمائهم أم على ذواتهم؟ على الذوات. يبقى كل حكم ورد في الحقيقة إنما يرد على الذات ولا يرد على الاسم اللي هو اللفظ. ما بقولش بقى أن الطلبة الوافدين هو لفظ، اللفظ ده يعني لفظ مخلص، طبعا اللفظ لا يوصف بالإخلاص وإنما يوصف الطالب. يعني مثلا أقول: نجم الدين صوته عذب ومديحه حسن. أخونا نجم، هل المراد لفظ نجم ولا المراد حقيقة نجم؟ حقيقة نجم. يبقى كل حكم ورد على اسم فهو في الحقيقة على مسماه، على مدلوله. افهم دي مهمة جدا. ولذلك مشايخنا القدامى كانوا يطيلون النفس في البسملة، لأنها كانت تؤسس عقلية تتعامل مع التراث على مستوى الحرف، وتعطي أدوات وتعطي فوائد ونكات مهمة جدا تنفع طالب العلم إلى نهاية حياته. أدوات مهمة في البسملة لها سر عجيب وأمرها غريب وشرحها طويل، ولكن الإمام الرملي هنا أبدع فيها. ولذلك خد بقى الفائدة دي من عبد الله واتكل على الله. المصريين بيقول لك كده: خد من عبد الله واتكل على الله. الإمام الرملي الابن في نهاية المحتاج، وأنتم تعلمون ما هو نهاية المحتاج ومن هو الشمس الرملي الذي صار عمدة لأهل العلم في زمانه ولمن بعده، وصار يعني معتمد المصريين في الإفتاء، صاحب نهاية المحتاج، نقل بحث البسملة كاملا في نهاية المحتاج. ارجع لنهاية المحتاج، كل البحث ده هتلاقيه موجود عنده هناك، وستجد تعليقات لطيفة جدا لسيدنا الشيخ علي الشبراملسي صاحب الحاشية، وتعليقات لطيفة للعلامة المغربي على الكتاب. وهذا يدل على ان هذه المقدمة مستوفاة جدا في مطلع الكتاب، وأنا أرى أنها مفيدة جدا، غير أنها بالنسبة لكتاب مثل الورقات يعني أوسع حجما، لكنها يعني مفيدة في بابها. قال: كل اسم، كل حكم، أهو حكم يعني حكمنا بالإخلاص، ورد على اسم أي على أخونا نجم في المثال فهو في الحقيقة، يعني فهو الضمير عائد لمين؟ يعني فالحكم، تكتب فوق كده فهو يعني فالحكم في الحقيقة، يعني في الواقع ونفس الأمر، مش في الحقيقة اللي هي مقابل المجاز، في الحقيقة الثابتة، فهذا الحكم ثابت على مدلوله. على مدلوله يعني إيه؟ على مسماه،
نجم يعني على ذات هذا اللفظ. نجم ده اسم، ايه مسماه؟ هذه الذات. هذه الذات هي التي ورد عليها الحكم، لأن عندي قاعدة كل حكم ورد على اسم فهذا الحكم في الحقيقة يعني فهو ثابت على المسمى. إلا بقرينة، إلا ما خرج بدليل، مثل زيد ثلاثي، فهذا حكم ورد على زيد ولكن لم يرد على ذات زيد وإنما ورد على لفظه. ضربا فعل ماضي، يضرب فعل مضارع، هذا حكم لكنه ليس واردا على مدلول ضرب وهو ذلك الفعل الجارحي، أو على مدلول يضرب وهو ذلك الفعل الجارحي الذي يحصل به إيلام، وإنما المراد به اللفظ. لأن مين اللي ثلاثي؟ اللفظ ولا الجسم؟ لو أنا ثلاثي؟ لا. وهكذا القرينة هي قرينة الحال، قرينة واضحة جدا، زيد ثلاثي يعني لفظه، ضرب فعل ماضي يعني لفظه وليس مدلوله، وليس مدلوله وهو الذات لأنها ليست ثلاثية. وذلك يلا نطبق بقى، خدنا القاعدة، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبطر، يبقى المحكوم عليه فين؟ الشيء الذي لا يبدأ فيه ببسم الله، حكمنا عليه بإيه؟ بأنه منعدم البركة، مقطوع البركة، فهذا ليس واردا على الألفاظ وإنما هو وارد على الذوات. طيب مدلول اسم هيبقى إيه؟ اللي هو اللفظ. طب ومدلول اللفظ اللي هو الذات، نقولها تاني، عندما نقول اسم، ده أنا وإحنا جالسين النهاردة مع مولانا فلان الفلاني ذكرت اسم أخونا نجم، هل وأنا جالس مع أخونا فلان الفلاني مولانا فلان الفلاني قلت له ده اسم نجم كذا وكذا، ولا قلت له لا ده نجم صوته حسن وصوته عذب وصوته كذا، يبقى أنا ذكرت إيه؟ ذكرت لفظ نجم اللي هو إيه؟ اللي هو مسمى الاسم. ما أنا عندي الاسم هو لفظ، إيش مسماه؟ نجم. طب ونجم ده إيش مسماه؟ الذات. فإذا قال اسم الله مدلولها إيه؟ لفظ الله، ومدلول لفظ الله الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. فهمنا؟ وذلك لأنه إذا قيل ذكرت اسم زيد، تقول في جلسة كده تصدق يا ولدي البارحة كنا في مجلس مع بعض كبار أهل العلم وذكرت اسمك عنده. طب وانا بقى لما كنت زي جالس قلت ايه؟ قلت فلان الفلاني طالب علم جيد، فلما اجي احكي ما دار اقول انني قد ذكرت اسم فلان اللي هو ايه؟ اللي هو لفظه، ذكرت اسم خيري. يعني ايه قلت ايه؟ قلت في المجلس خيري النظام كذا وكذا وكذا، لأنه إذا قيل ذكرت اسم زيد فليس معناه أنه ذكر لفظ اسم، بل إنه ذكر لفظ زيد وقال في المجلس زيد رجل حسن، لأنه مدلول اسم زيد، مدلول اسم اللي هو لفظ زيد، ومدلول زيد اللي هو الذات. إذ مدلوله، مدلول ده الضمير عائد إلى الاسم، إذ مدلول الاسم اللفظ الدال عليه،
على هذا الاسم اللي هو ايه؟ اللي هو زيد. عندما تقول اسم مدلولها الاسم هنا زيد، ومدلول زيد الذات. بل إذا ذكر وهو لفظ زيد فكذا قوله بسم الله أبتدي، يعني الله أبتدي به في مجلسي، ده معنى الكلام. فعندما يقول إمام الحرمين بسم الله الرحمن الرحيم أبتدي، يعني الله الرحمن الرحيم حصل به الابتداء، معناه أبتدي بمدلول اسم الله اللي هو إيه؟ اللي هو الله. مدلول اسم الله وهو لفظ الجلالة الله، وهو لفظ الجلالة. فكأنه قال بالله أبتدي. سليم. طيب يأتي هنا سؤال، وهو من ضمن المسلسلات العقلية في الأسئلة، إذا كان الأمر كذلك فلما يعني لم تختصر وتقول بالله الرحمن الرحيم أبتدي، ما دمت أردت أنت أن الابتداء إنما يكون بلفظ الجلالة، فلماذا لم تأتي بلفظ الجلالة مباشرة وتريحنا من عناء البحث عن المبدوء به في الحقيقة؟ هو ده السؤال. جوابه وإنما لم يقل بالله لأن التبرك والاستعانة، يعني طلب العون، ولأن التبرك وهو حصول الخير الإلهي يحصلان بذكر اسمه، يعني أن طلب البركة كما تحصل البركة بالاسم تحصل كذلك بالله. يعني عندما تقول اسم الله تحصل البركة، وعندما تقول الله تحصل البركة. فأراد أن ينبه على أن البركة كما تحصل بلفظ الجلالة تحصل كذلك باسم الجلالة. قال لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه، يعني كما أن التبرك والاستعانة حاصل بقولك الله، كذلك التبرك والاستعانة حاصلة بقولك اسم الله الرحمن الرحيم. رقم اثنين، واكتب فيها كده رقم اثنين. رقم واحد اللي هو لأن التبرك، رقم اثنين لم يقل بالله للفرق بين اليمين والتيمن. شاب النسق، شايف الإبداع؟ اليمين يعني القسم، التيمن يعني التبرك. انتوا بتتبركوا؟ ابنا تبرك بالله. طب يا مولانا، يعني يخش بقى كان ممكن بعد كده تأتي وهابية جديدة وتكفر وتشرك من يتبرك بالله. ما هو العقل والغباوة والإسراف لا نهاية له. والله العظيم، وكلما يأتي زمان تأتي وهابية أسوأ وألعن من وهابية الزمان الزابق. والله ده مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي على الناس زمان، يعني يكون كل زمان أسوأ مما بعده، وهكذا، ده معنى الحديث هكذا. أو للفرق بين اليمين والتيمن، لأنه عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك إن إحنا هنا بنتيمن مش بنقسم. لو قلنا بالله هيشتبه عليك اليمين بالتيمن، ولكن عندما أقول لك بسم الله هنا تبرك، وخرجنا من دائرة الاشتباه. فأراد ابتداء ألا يوقع القارئ والمبتدئ في إشكالية الاشتباه بين هل هذا من قبيل اليمين أم من قبيل التيمن. أو لتحصل، رقم ثلاث، فإذا رقم ثلاث أو لتحصل نكتة الإجمال والتفصيل،
فين نكتة الإجمال والتفصيل؟ فين الإجمال اللي فيه؟ يعني إيه اسم مبرم؟ لا، أصله اسم يحتمل أن يكون اسم لله أو اسم لغيره، ثم بعد ذلك رفع هذا الاحتمال بإضافة لفظ الجلالة إليه. ده قال قدس سيدي علي الشبرمليسي، سنذاكر الحاشية دي في الحتة دي أول. قال: وللفرق نكتة الإجمال والتفصيل، لأننا قلنا بأن اسم قد يكون اسم لله وقد يكون اسم لغير الله، لكن عندما قال لله فصل وبين أن المراد من هذا الاسم هو الاسم المتعلق بالله سبحانه وتعالى. لكنه لو قال بالله الرحمن الرحيم لا يوجد لا إجمال ولا يوجد تفصيل مباشرة. وللإشعار حاجة حلوة، إشعار يعني إيه؟ قالوا الإشعار هو عبارة عن الدلالة الخفية، أشعر الأمر بكذا يعني دل دلالة خفية على كذا، يعني مستفادة من قوة الكلام وليست من النصوص الواضحة. هكذا أصل الإشعار، ومنه أشعرت الدابة، يعني ضربتها بحديدة كده لتمييزها. ربنا ما يوعدك بإشعار. وللإشعار بالتعميم، يعني للتنبيه وللدلالة على التعميم، لأنك إذا بدأت بأي اسم من أسماء الله حصلت لك البركة وحصل لك يعني ما أراده الله منك. وللإشعار بالتعميم، لأنه أقل اسم الله، يعني ممكن أي بقى اسم من أسماء الله يحصل به المراد. فإذا قلت القهار أبتدي فانتهت، حصل التبرك به لكون التبرك والاستعانة بجميع أسمائه تعالى، يعني حاصلة بأي اسم من أسماء المولى سبحانه وتعالى. والله والله علم، العلم هو الذي يعين مسماه، اسم يعين المسمى مطلقا علمه، كجعفر وخرنقة ده الألفية، اسم يعين المسمى، فالعلم هو الذي يعين مسماه. فإذا قلت سيد هذا الاسم علم، لأنه عين وشخص هذه الذات. فالله علم على الذات، هنا يبقى نهاية التعريف، وما يأتي بعد ذلك ليس من التعريف وإنما هو لتحديد وتعيين المسمى، لأن التعريف لا يكون للصفات وإنما يكون للذات. قال: الواجب الوجودي، ده صفة، المستحق لجميع المحامد صفة، ولذلك الصفات لا تدخل في التعاريف، لأن التعاريف إنما هي للذوات. فالله علم على الذات، أي ذات هذه؟ فيقول لك بقى يعني يعطيك بعضا من تعيينها بالصفات، ويقول الواجب الوجود، يعني الذات التي تتصف بالوجود الواجب الذي لا يقبل الانتفاء. عندي الواجب وعندي المستحيل وعندي الممكن، فالواجب هو الذي لا يقبل الانتفاء، والمستحيل هو الذي لا يقبل الثبوت، والممكن هو الذي يقبل هذا وذاك. أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم منحت لذة الأفهام. هو ده يبقى واجب، يعني إيه؟ يعني أن هذا الوجود لا يقبل الانتفاء،
المستحق لجميع المحامد. الله سبحانه وتعالى حقيق وجدير لأن يحمد بكل أنواع المحامد، لذاته سبحانه وتعالى، لكمال صفاته سبحانه وتعالى. وأصله، أصل الله إله. أصل هذه الكلمة كانت إيه؟ قال والله يعني إحنا شايفين كده أنها كان أصلها إله. حذفت همزته اللي هي إيه، وعوض عنها الألف، شالوا الهمزة وحطوا بدلها إيه؟ بدلها ألف ولام. يبقى دخل علينا الألف ويا مولانا، دخل علينا الألف واللام، هكذا فهم العلماء. ثم جعل بعد أن صنع هكذا علما، يعني بعد أن حصل هذا جعل علما على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. طب علم بقى بالغلبة التحقيقية أم بالغلبات التقديرية؟ ده كلام بقى دقيق يحتاج إلى شغل الحواشي. خلاص ارجع بقى فيه للشيخ البجرمي على المنهج، كتب فيه تحقيقا لطيفا عظيما، وفرق بين الغلبة التحقيقية والغلبة التقديرية، وبين الأمر فيها. علم بالغلبة يعني إيه؟ يعني كان موضوعا لمعنى عام، ثم بعد ذلك استعمل في بعض أجزاء، في بعض يعني موارده، عشان بس احنا بنتكلم مع ربنا. يبقى هو كان مستعمل في الحقيقة باعتبار أصلي وهو إله في كل معبود، ثم بعد ذلك اختص استعماله بالله سبحانه وتعالى، فصار اسمه علم بالإيه؟ علم بالغلب، أن يكون يعني سبق له استعمال كلي ثم بعد ذلك خصص ببعض أفراده، ده اسمه علم بالإيه؟ غالم بالغلب. وقد تكون الغلبة تحقيقية وقد تكون الغلبة تقديرية. مش عايزين ندخلكم فيها لأن دي محتاجة لها حصة، محتاجة لها يا موسى حصة. لكن هنا علم بالإيه؟ بالغلبة. عارفين يعني إيه غلبة؟ يعني أن يكون، أن يسبق لللفظ استعمال عام ثم بعد ذلك يخص بفرد من أفراده. ولذلك باعتبار الله أنها كانت إله، كان يستعمل أو موضوع في كل معبود سواء بحق أو بباطل. ثم بعد ذلك، بعد أن نقل إلى الله، صار مقصورا على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. يبقى ده عالم بالإيه؟ عالم بالغلبة. ثم جعل علما. لماذا جعل علما؟ إيه اللي عرف، ما الذي أرشدك ودلك على أنه علم؟ قال لأنه لا يوصف به وإنما يوصف، يعني هو اسم ترد عليه الأوصاف ولا يجعل وصفا لشيء آخر لأنه مرفوض صفة. ولذلك هذا طبيعة الأعلام، أنها جامدة، أنها مورد للصفات. لذلك الله لا نصف به شيء وإنما هو الذي يوصف. الله رحمن رحيم. انت شفت ان الله وقعت خبرا؟ طيب سهل خالص، يبقى دائما تقع في جانب الموضوع، في جانب المحكوم عليه، لانه يوصف ولا يوصف به، ولانه لا بد، شيء ضروري جدا، ان يكون له اسم. هذا الاسم يكون
مما تجري عليه بقية الصفات. اسم ترد عليه كل الصفات ولم يجدوا غيره الله. قال ولأنه لا بد حتما له أي لذاته من اسم تجري عليه أي على الاسم صفاته سبحانه وتعالى. أنا عايز أعرف صفات ربنا أعمل إيه؟ يبقى عندي اسم وهذا الاسم هو الذي ترد عليه الصفات وتعرفني ما هي هذه الصفات التي يتصف بها هذا الاسم. وفي الحقيقة للذات، لأن احنا قلنا إيه؟ كل حكم ورد على اسم فهو في الحقيقة على مدلوله. ولا يصلح له أي لهذه الذات مما يطلق عليه سوى الله، يعني ولا يصلح للمولى سبحانه وتعالى مما يطلق عليه من الأسماء الكثيرة غير هذا الاسم حتى تجري عليه الأوصاف. رقم اثنين، لأنه لو كان وصفا، طب ليه ما يكونش وصف؟ قال له لو كان وصفا لما حصلت كلمة التوحيد بقولك لا إله إلا الله. هو مش وصف، ده هو علم، وعلم على الذات وليس وصفا. ودليل على ذلك أنه قد حصلت به كلمة التوحيد. أنت بتقول إيه في كلمة التوحيد؟ لا إله إلا هذه الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. وحدتها أم لا؟ حصرت فيها يعني الإلهية بحق. طب لو كانت صفة؟ لا، ده صفة من قبيل المشترك، ممكن يصدق على هذا أو هذا أو هذا أو هذا، يبقى ما حصلش توحيد. يبقى حصل أن أنت أثبت الألوهية لأكثر من واحد، وحينئذ لا تكون موحدة. فهمنا ولا ما فهمناش؟ واضح ده المرة دي، معرفش، بفضل الله الشرح سهل. النفس بتاعكم كويس. قال لو كان وصفا لم يكن قوله لا إله إلا الله توحيدا، لكنه توحيد، فلذلك لا يكون قولك لا إله إلا الله يعني إلا يعني ذكرا وقصرا للألوهية الحق على ذات واحدة. مثل لا إله إلا الرحمن فإنه لا يمنع الشركة، واضحة جدا لأن الرحمة تصف بها أكثر من ذات. قال فهو مرتجل لا اشتقاق له. أنا عندي الأعلام إما أن يكون مرتجل وإما أن لا يكون مرتجل. إيه بقى مرتجل؟ يعني لم يسبق له استعمال في غير العالمية، ده المرتجل. مرتجل لم يسبق له استعمال في غير العالمية لا اشتقاق له، جامد، ليس مأخوذا من شيء، ليس مأخوذا أخذا اشتقاقيا من شيء. وإيه الاشتقاق؟ الاشتقاق على نوعين، اشتقاق أصغر واشتقاق أكبر. أما الاشتقاق الأصغر هو رد لفظ إلى لفظ لمناسبة بينهما في الحروف الأصلية والمعنى. طيب إيه بقى الاشتقاق؟ قالوا رد لفظ إلى لفظ. يعني إيه رد؟ يعني أنا أنظر إلى أمرين وأقول بأن بينهما مناسبة، فالرد هو عبارة عن إيجاد مناسبة بين كلمتين، ده رد معنوي، رد كلمة إلى كلمة. شرح ما بيختلفش، ما تقلقش، الكلام ده هنا سنين وإحنا بنشرح الأصول. لا اشتقاق، يبقى اشتقاق معناه إيه؟ معناه رد، ده الاشتقاق الأصغر، رد ده عبارة جمع الجوامع كده، رد لفظ إلى لفظ.
رد يعني برجعه إليه وأقول إن ده مأخوذ من ده وده أصله ده، علاقة ما بين الاثنين لمناسبة، يعني بسبب مناسبة بينهما، يعني بين المشتق والمشتق منه في الحروف الأصلية، يعني هما مشتركان في الحروف الأصلية وهما مشتركان أيضا في المعنى. فعندما أقول لك ضارب مشتق من يا مولانا من ضرب أو ضرب، ضرب عند البصريين وضرب عند الكوفيين، والأرجح طريقة البصريين. طيب يعني إيه بقى؟ ورينا كده، اضرب لنا مثال فيما يحصل به اتضاح المقال. ضارب مردودة إلى ضرب، أصلها ضرب، مأخوذة من ضرب. لماذا؟ لأن ضارب حروفها الأصلية ض ورا وباء، وضرب كذلك ض ورا وباء، اشترك في الحروف الأصلية. يعني قلنا بأن هذه الحروف مماثلة لهذه الحروف الأصلية وأيضا مشتركان في المعنى، لأن ضرب يعني حدث، حدث اللي هو إيه؟ أنا مسكت يدي هكذا ورحت خبطك كده في وشك، يعني علمت أهو، يعني ارتطام جسمين حدث لأحدهما إيلام، هو ده الضرب. طب ما هو ضارب موجود في المعنى ده، يعني حصل فيه إيلام. طب وضرب كذلك حصل فيه إيلام، يبقى حكمنا بأن ضارب أهو معنى بقى الإيه؟ معنى الرد هو أن نحكم بأن ضارب مأخوذة من ضرب لأن بينهما مشاركة في الحروف الأصلية وفي المعنى، هو ده معنى الرد. هو أن نحكم، عبارة البناني بقى، أن نحكم بأن ضارب اللي هو الثاني مأخوذ من الأول اللي هو ضرب لمناسبة، يعني ها مشابهة بينهما في الحروف الأصلية وفي المعنى، هو ده الاشتقاق. ويطلق أيضا على الاشتقاق الأكبر اللي هو معناه بقى مطلق الأخذ، يعني مثلا عندك جذب وإيه جبذ جذب، ويبقى من إيه با جا ذا، أتلاقي فيها وزي أقول لك أنا حاجة نفقة نافقة، عندك مثلا هتجيب ليها إيه تاني نفقة، هيبقى نافقة قنافة، لا احنا عايزين حاجة فيها نفس هذه المعاني. في ثلبة كان في معنى في ذهني بس ما مش حاضر الآن، في جذبة صح، هي جذبة جذبة وجذبة جذبة وجا، لا استنى، هي جذبة وجبذا جبذا، الاثنين بينهما اشتراك في المعنى في أكثر الحروف، لأن الاشتقاق الأكبر أن يشترك أن يشترك في أكثر الحروف. رقم اثنين أن يكون بينهما قدر مشترك من المعنى، مش في كل المعنى، قدر بينهما يعني اشتباه اشتراك في جزء من المعنى. ونقل عن الشافعي والمصنف وتلميذه الغزالي، ده الإمام الغزالي تلميذ إمام الحرمين، وبقوة التلميذ تكون قوة الشيخ. والخطابي، شوف كل دول إيه، الشافعي ده إمام الشافعي، المصنف إمام الحرمين شافعي، إيه تلميذ الغزالي شافعي، الخطابي شافعي، الخليل
والله الخليل انا ما وقفتلوش على مذهب فقهي، لكن ممكن يكون يعني من باب المجاورة يكون شافعي بس للمجاورة. قال وسيبويه، وبرضه أيضا سيبويه لم أقف له على يعني مذهب فقهي، لأنهم ما كانوش مهتمين بالفقه أو يعني لم يظهر في يعني صناعتهم، لكنهم درسوا، الناس دي كانت بتدرس. وابن كيسان من أئمة اللغة أيضا وغيرهم، والأكثرون على أنه مشتق. يعني إيه مشتق؟ يعني مأخوذ، هكذا قالوا. ونقل عن الخليل، يعني مش متثبتين من النقل. وسيبويه وهما من أئمة اللغة أيضا. والحق، اسمع بقى الكلام ده لأن الكلام ده يعني دقيق جدا. والحق يعني والكلام المحرر، الكلام الذي يجمع بين ما سبق، والكلام المحرر أنه، أن لفظ الجلالة، انتبه يا مشايخ، انتبهوا أيها الشيوخ، أنه وصف في الجملة، يعني باعتبار أصله، باعتبار أنه من إله، باعتبار أصله أنه كان في الأصل إله، ثم بعد ذلك حذفت الهمزة وأدخلنا عليه ال بعد ذلك فصار الله في الجملة، يعني باعتبار الأصل. لكنه، يعني لكن لفظ الجلالة، لما غلب عليه، يعني لفظ الله غلب استعماله على ذات الله سبحانه وتعالى، ولم يستعمل في غيره كما قلنا، لأنه علم بالغالب، بحيث لا يستعمل في غيره، غلب عليه، ومعنى غلب عليه أنه لا يستعمل في غيره، وصار كالعلم، وصار بعد ذلك علما ترد عليه الأوصاف، يوصف ولا يوصف به، مثل الثريا علم على نجم، والعقيق نوع من أنواع الحجارة، عقيق كأمير، حرز أحمر يكون باليمن وبسواحل بحر رومية. أجري هذه جواب لما غلب، يعني لما حصل فيه ذلك أجري هذا العلم، أجري لفظ الله مجراه، يعني مجرى العلم، في إجراء، يعني أجري لفظ الله مجرى العلم في أنه قد أجريت الأوصاف عليه، وفي أنه امتنع الوصف به. يبقى هذه هي المشابهة في العلمية، هو كان من حيث الأصل وصف، ثم بعد ذلك صار علما. خلي بالك، ده هو بيتكلم على العلمة، الغلبة التقديرية والغلبة التحقيقية، ولكنه ذكرها بغير وصفها. بس مش عايزين نخش مدخلها لأن دي عايزة وقت يعني طويل. قال وامتناع الوصف به، لأنه كذلك العلم هو رقم واحد أنه تجري عليه الأوصاف، رقم اثنين أنه يمتنع الوصف به، يعني لا يوصف به، رقم ثلاثة في معنى العلمية أنه لا تتطرق إليه الشركة، يعني ما أقدرش أقول لك سيد يعني موضوع لأكثر من ذات زي ذاتي، هو موضوع لواحد بس، هو أنا لا غيري، مش رياء ولا سمعة يعني، وأنا ما بدعيش الألوهية لكن العلم هذا وضعه أنه لا يحتمل الشركة، لا تتطرق إليه الشركة. عندما أقول خير النظام، خلاص الذهن ينصرف إلى هذه الذات. عندما أقول مثلا موسى، هذا موسى الأنغوشي، الذهن ينصرف إلى هذه الذات. فالعلم لا يقبل الشركة، لا يقبل التعدد في مسماه، فهو كذلك
باعتبار الأصل، يعني باعتبار الأصل وصف، ثم بعد ذلك صار علما بالغلب، فأصبح لا يوصف به، وأصبح لا تتطرق إليه الشركة كالثريا في الأصل حاجة، ثم بعد ذلك غلب على النجم. وكذلك العقيق في الأصل شيء، ثم بعد ذلك غلب على هذا الحجر الأحمر. فكذلك الله كان في اعتبار أصله وصفا، ثم بعد ذلك لما غلب عليه العالمية أجرى عليه الأوصاف وامتنع الوصف به ولم يتطرق إليه الشركة، لأن ذاته من حيث هي، هو عندكم هو ولا غيروها في نسخة من النسخ هي باعتبار يعني اللفظ باعتبار هي اللي هو الذات يعني، بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقول للبشر. ذات الله سبحانه وتعالى من حيث هي بغض النظر عن وصفها وإلى آخره غير معقولة للبشر. وما دام هي غير معقولة للبشر كيف أضع لها اسما وكيف أضع لها علما؟ لأنهم اشترطوا في وضع، هكذا بعضهم ذهب إلى أنه اشترط في يعني العالمية أن يكون معلوم الموضوع إليه علما تاما، وفيه نظر كما ذهب إليه بعضهم. فعلشان كده لازم ننظر إلى الأصل وهو الوصفية، لأن بالوصفية يحصل المعلومية، وإذا وحصلت المعلومية من خلالها استطاع الواضع أن يضع الاسم في مقابلة هذا المعنى. الذات من حيث هي غير معقولة للبشر، عقلك الضيق ده لن يستطيع أن يحيط به ولن يستطيع أن يحيط بها، لأن عقلك ده ضيق، عقلك ده حادث، كيف يحيط الحادث بالقديم؟ لا يستطيع، صعب، هتتجنن. ولذلك حصل التيه وحصلت الحيرة من هنا، أننا أردنا أن بعض الناس أراد بالقديم الحادث أن يستوعب القديم، أن يفهم القديم فهما تاما كاملا بالكل. ده أنت عقلك ضيق، ده أنت لما بتضرب مسألتين حساب في بعض ما بتعرفش 5 × 5 × 5 × 5 = 100 تعمل كام؟ عقلك يتوب. والله سبحانه وتعالى كمالاته لا تنتهي، فكيف يستوعب عقلك كمالات، كيف يستوعب عقلك الحادث؟ رقم 2 الذي لا يستطيع أن يستوعب المحدود، كيف تستوعب غير المحدود؟ ينفع؟ ولذلك يجب أن نقف عندما أوقفنا الله، تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. بس خلاص، احنا ورانا ايه؟ نعبد ربنا، نتعلم، نعلم، نذكر ونرقص في الحضرات يا موسى. قال لأن ذاته سبحانه وتعالى من حيث هي بلا اعتبار أمر حقيقي، بلا اعتبار هي صفة حقيقية أو صفة غير حقيقية غير معقولة للبشر، فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ. ده أنا علشان أضع لفظ أمام معنى لابد أن أفهم وأن أحتوي هذا المعنى. طب المعنى اللي أنا هجعل أمامه اللفظ غير معقول لي، كيف أضع له علما، أضع له لفظا يدل عليه؟ لا أستطيع. ولذلك كان لزمن أن نقول أنه باعتبار أصله وصف، ومن هنا نستطيع أن نجعل باعتبار الأصل نجعل هناك علمية، نضع هذا العلم. ولأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوص، لو أن لفظ الله تدل على الذات فقط بلا التفات إلى أصل اشتقاقها وأصل وضعها لما أفاد ظاهر قوله
وهو الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض. الله ده الذات، يعني الله الذات في السماوات والذات في الأرض. لا يبقى أنت كده وهابي، كده وهابي ومجسم صرف. اوعى يعني السماوات تحتويها مولانا؟ يقول لك احتواء يليق بذاته. العيال الوهابيه بيقولوا كده، يا نهار ازرق، احتواء يليق بذاته؟ والله انت مجنون، لان انت قلت يعني هو حادث ولكن حدوث يليق بذاته، يليق بعدم الحدوث. ولذلك احنا ليه بنضحك على الوهابيه يا مولانا؟ لانهم لا يفهمون ما يقولون، ما درسوش منطق، ما درسوش علم كلام. هذه إشكاليته، حطوا رصوا كلمات جنب بعض كده وظنوا أنها تفيد علما، وأن صياغتها صياغة جمالية بتقول أن في علم كده، ولكن فين الكلام ده؟ تقول لي والله هو في السماوات ولكن احتواء يليق بجلاله. يا راجل عايز تقول أنه هو قديم وحادث ولكن حدوثا يليق بذاته؟ يا الله يا الله على العقول، والله إنهم فتية فقدوا عقولهم. كل ده من أجل إيه؟ إن ابن تيمية وابن القيم دي يطلعوا صح. طب ودينك يا قليل الدين يطلع إيه في الآخر؟ ولا حاجة. أنت ما وراكش إلا الوهابية، ما هم داء عضال فتنوا الناس. قال ولأنه لو دل على مجرد ذاته، الله يعني لو لأنه يعني ولأن لفظ الجلالة لو دل على مجرد ذات الله لما أفاد ظاهر قوله. شوف 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 ظاهر قوله وهو الله في السماوات، تبقى مصيب، لأنه يقتضي أن الذات كائنة في السماوات، لأن أنت بتقول بقى الله عالم على الذات وهو حكم على أن الذات في السماوات. ولكم مش ربنا اللي بيقول؟ ما دام ربنا بيقول قول زي ما ربنا بيقول. طب ما ربنا بيقول ليس كمثله شيء، صح ولا مش صح؟ وقامت الأدلة القطعية على أنه لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشابه أحدا من خلقه، لكن قراءة جزئية مبطورة، وهذه حقيقة الوهابية، يقرؤون نص دون بقية النصوص، قراءة سطحية، قراءة جزئية. مش هنسيبهم إن شاء الله يا أولاد. طب لو قلنا وهو الله، يعني باعتبار أصله يعني معبود، يبقى وهو معبود في السماوات ومعبود في الأرض، أفادت معنى صحيحا أم لا؟ خلصت ولا نجم؟ خلص. يبقى الله باعتبار أصله وصف، فاستعمل في قوله وهو الله باعتبار الأصل. فهمت يا مولانا؟ عشان تمشي مع القضية دي. ولأن معنى الاشتقاق كون أحد اللفظين مشاركا آخر في المعنى والتركيب نفس المعنى البرد حاصل بينه وبين الأصول الآتية، يعني هم وجدوا فيه شيء غريب جدا، وجدوا أنه من جهة يأخذ معنى العالمية ومن جهة أخرى يأخذ معنى الاشتقاقي، فقالوا الحق أنه من حيث أنه وصف في الجملة يبقى كده كانوا مشتق، ومن حيث أنه صار بعد ذلك علما ولا يطلق على غيره ليس بمشتق. فده قول محرر، وكأنه جمع بين من قال إنه لا ليس مشتقا وبين من قال إنه مشتق. لماذا؟ لأنه يعني وسط بين المذهبين، وكأن هذا نظر إلى جزئية فعبر عنها، وهذا نظر إلى جزئية أخرى فعبر عنها. وفي المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم على اشتقاقه، من أين اشتق؟ من اشتق من كذا ومن كذا ومن كذا.